بنت السلامة. تفضل يا فندم. السؤال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا جماعة معايا في أرستقراطيك تاكسي أو التاكسي الطبي أو تاكسي العاصمة. أحب أعرف حضراتكم إن إحنا عاملين بروجرام عندنا في التاكسي. البروجرام ده ممكن يبقى بروجرام غريب على حضرتك شوية، ولكن هو أهم حاجة عندنا هي إرضاء العميل. إرضاء العميل، شرب الجنزبيل، شد الفتيل. حضرتك شديت فتيل قبل كده؟ لا ما شديت فتيل. حضرتك بتشد معانا الفتيل بتفهم منه سواء كان عندك بقى أمراض، عندك فيروسات، عندك أي حاجة. بنبدأ بعدة مراحل في التحليلات. أول حاجة تحليل البول، تحليل البراز، ده الليفل الأولاني. عدتنا عندنا مرحلة الليفلات الأولى، بنخش على الليفل الثاني هو ليفل تحليل الدم والفيروسات. يعني في عندنا عدة فيروسات كبيرة قوي معروفة جدا في مصر. أيوة الكلام ده في التاكسي يعني؟ يا فندم عندنا في التاكسي، لأن البروجرام أنت من أول ما بتركب معايا التاكسي ما ينفعش تنزل غير لما تكون مقدم معايا مجموعة التحاليل دي. وده حفاظا على صحة حضرتك. ده مش بس كده يا فندم، ومع كل تحليل هتعمله معانا بتكسب عليه كوباية للتبول مجانا. والله يعني حضرتك من غير أي حاجة دي كوباية عشان اخد منك عينة البول ومش هبول. ودي برضو عينة البراز وبرضو انا مش هبص. ما ينفعش حاجة تاني؟ طيب كل حاجة متاحة وموجودة يا فندم على حسب حضرتك عايز تعمل تحاليل ايه. تحاليل ايه يا عم انت بتهزر ولا ايه؟ بتهزر ايه دي اصلا اللي انت لابسها دي؟ حضرتك ممكن تكون فاهمني غلط على فكرة. لا انا ولا فاهم. هو ممكن يكون الموضوع جديد عليك، بس حضرتك ركز في اللي انا بقوله. في عدة فيروسات جديدة ظهرت عندنا في منطقة الجيزة. في فيروس اسمه الديني هرم، وفي فيروس ثاني اسمه طلبيه فيصل. حضرتك اكيد بتهزر ومش فاهم معنى خطوره الموقف. انا اللي بيهمني دلوقتي هو مصلحتك الشخصيه، لان انت شاب صغير لسه في المجتمع للعمر، ما تعرفش انت ممكن يكون عندك ايه. ممكن يكون عندك الديني هرم، عندك طلبيه جوه، عندك ترسه. موضوع كبير الترسه. طب موضوع كبير، والفيروسات دي كلها لازم يكون ليها حل، وحلها عندنا احنا. معلش بس هو الدكتور حضرتك ما بيسوقش حد عندنا بقى ارستقراطي التاكسي غير الدكاتره. والله بالظبط يا فندم. دكتور في ايه بقى؟ انا دكتور. برافو عليك. عموما انا بفضل مع حضرتك ديمقراطي لحد قبل 10 دقايق من ميعاد التحليل، من ساعه ما بتركب معايا العربيه. بعد كده بيركب معايا فرج، ودلوقتي فرج هيركب معانا. فرج مين؟ حالا حضرتك هتعرف مين هو فرج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تمام فرج. ايوه استاذ. الاستاذ انا قلت له على كل الرولز بتاعتنا وعلى كل التفاصيل، بس تقريبا هو مش مقتنع. فانا حابب ان حضرتك يا استاذ فرج. فرج بسك علي. لا هشك علي مش بسك. اوكي بص حضرتك، احنا اهم حاجه هناخد دي هنحطها في فتحه الشرج، وحضرتك هتشرب. تمام. احنا ممكن نحطها في حته ثانيه خالص. نعم حضرتك ممكن تجان بول سارتر. حضرتك جان بول سارتر. لا اتكلم باحترام. حضرتك ليه حضرتك بتتعامل ليه مع فرج؟ ايه ده بس ازعل؟ جان بول سارتر. جان بول سارتر. انا عايزك في جان بول. جان بول سارتر. جان بول سارتر. حضرتك ولد 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 دكتور ولد 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 ارفع الشعار يا فضل واستئذان سلام حضور استقبال. ولازم حضرتك تنزل بالتحاليل مهما عملت. مش هنزل بالتحاليل. مش هنزل بالتحاليل. وريني هتعمل ايه؟ فرج بلا فرج. حان الوقت. بلا مش فرج. انا عايز حضرتك تجان بول سارتر. سارتر حضرتك. سارتر. جان بول سارتر. انا شد الفتيل. شد الفتيل. شد الفتيل يا عم. هو شد الفتيل. هو ما يفهمش يعني ايه، يعني ايه فيروس ليبيني هرم، يعني ايه فيروس صلبيه جوه. كفايه انت عارف. انت مش عيب على نفسك اللي انت عارفه. جان بول سارتر. جان بول سارتر. ما تحطش ايدك في حته. سارتر. ما تحطش ايدك. سارتر. جان بول سارتر. ما تزعلكش فين؟ تزعلني ليه؟ يا عم لا انا خايف. انا خايف على مصلحتك. ما تخافش على مصلحتك. انت مش عارف مصلحتك. ما تخافش على مصلحتي يا حبيبي. انت مش عارف مصلحتك. عم ما تعمليش انت مش عارف مصلحتك. وحياة النبي. وحياة النبي. بص مصلحتك ولد مالكش ولد مصلحتك. يا عم ايدك بقى. يا عم بول سارتر. هاخد منك العيش اللي انت جام بول سارتر. سارتر. يا عم سارتر. يا عم سارتر. يا عم سارتر. جام بول سارتر. عايز يعمل التحاليل. حط الكمامة. لما ننزل السلام. ننزل السلام. يعمل التحاليل. حط الكمامة. حط الكمامة. يا عم البسها انت الكمامة. حط الكمامة. انت عندك فيروس. عندك فيروس. ابعد عني. ابعد عني فيروس. بس انت بتعمل عنده فيروس. اسمه فتحة الشرج. يا عم وحياة النبي ما ادعيناش. فتحة الشرج ما اسهل. فتحة الشرج ده عندك يا حبيبي. سالو جنبول. لحظة واحدة. جنبول سارتر. جنبول.
جامبول سارتر فيليبيني ده عندها هنا جامبول سارتر جامبول سارتر يا عم ايدك بس وقف فيليبيني ولا بس 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 مقلب 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 مين يا عم بيخرج ايه يا عم انت بتعمل في الناس ده مقلب يا عم ايه بس بس الكاميرا انزل انزل يا ريت يعني نشرب من احنا زي الحلقه دي انت توترت خالص اه عايز حقك عليا حقك عليا جامع الدول فين جامع الدول تعالى السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته صباح الخير صباح النور يا باشا صباح النور فين جامع الدول جامع الدول سبسبره اه غالي ممكن ممكن ديني الكورة مين ده عادي مش مشكله وحضرتك فين في شارع جامع الدول اوصل بس هناك وانا معاك كبريت؟ في حد مستنيني هناك معاك كبريت انت مش كاترينة مش كاترينة مش كاترينة لا عفو خلاص انا كعان انا جعان؟ ما انا بحس ساعات بالجوع كده في الحلب احس بالجوع في الحرب جعان ولا مهبط؟ اه مهبط مهبط اصطبحت فهبطت لا مش صباح ما استبعتش والله عشان كده بقى اكسد كده ما استبعتش انت شبوه اول شبوه تاني شبوه معانا تاني شبوه اه تاني شبوه لا ما هو بالشكل دوت هيبقى اخر الزبون بالمشي اللي انت ماشيه حابب كده لا انت حابب كده انت حابب كده قول يا رب قول يا رب انت حابب كده يا رب مالك مالك يا عم في ايه الصبح انت شارب ستروكس ولا ايه انا تعبان والله تعبان شارب ستروكس تعبان كان عندي مرض لو انت شارب ستروكس قول لي عشان اعرف افوقك لا انا كنت تعبان امال مالك تعبان ازاي يعني ايه يا عم انا سمع يا قصه انا تعبان ده انت ده ما شوف حتى اكل اكل بتاعي اكل بتاعك اه اكل بتاعي هذا ايه ده؟ هذا عظمة دي يا عم دي عظمة يا عم عطا عظمة خفت خفت يا عم انت بتاكل عظمة انت فيها على الصبح مالك طب بقول لك ايه نزلني هنا نزلني هنا لا مش هتنزل هو ايه اللي مش هنزل؟ ده في ايه في دماغك على الصبح؟ يا عم بقول لك نزلني في ايه؟ ما خافش ايه خافش ما خافش ايه هو بس كده ايه ده؟ خافش خافش مالك يا عم في ايه على الصبح؟ انت في حاجة في دماغك؟ لا ما هو ده يا اما ستروكس يا اما انت بتستعبط في ايه؟ انا ما خدتش الحقنة خدتش الحقنة خدتش حقنة ايه؟ خدتش الحقنة حقنة ايه؟ هو هو ايه هو دي؟ هو 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 الستروكس ودانا في داهية بس يا حبيبي بس سوق يا بابا يا عم سوق مالك في ايه؟ ما انت كنت طبيعي اول ما ركبت هو ايه بس؟ بس يا حبيبي بس يا ابني بس مالك في ايه الصبح؟ بس يا بابا بس حبيبي بس بس ايه ده تعبان ايه ده يا بابا تعبان ايه ده حبيبي تعبان تعبان صبرنا يا رب انا خدت ستروكس شارب ستروكس مش هشرب ستروكس امال مالك في ايه على الصبح يا ابني مالك ما تجننش امي انا معايا شهاده مامي اتفرج يا عم كده مالك في ايه مالك يا عم في ايه على الصبح؟ ايه 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 اللي ايه ده ماله في ايه؟ اللي فك ايه؟ ايه ده بس ايه ده؟ وانا بتكلم مع بني ادم ولا بتكلم مع حيوان يا عم في ايه ده وهو على الصبح؟ ايه ده شويه ازاي يعني في ايه؟ ما تفهمني يا عم يا عم ايه ده شويه ايه ده فهمني تقعديني اهو ايه ده فهمني بقى في ايه؟ ايه ده انت شويه هو انت تعرفه؟ ايه ده ايه ده هو انت تعرفه ولا تفهمني؟ انا عارفه ايه ده شويه يعني ايه عارفه؟ ماله بقى؟ ايه ايه انتوا دي الشله مجانين مع بعض ايه ده ايه اللي انت عامله ده الساعه 11 جايه هو ايه اللي انت عامله ده النوبة الكبيره جايه النوبة دي الكبيره النوبة الكبيره جايه لازم اخلع لازم تخلع تخلع ايه في ايه النوبة الكبيره جايه يا ابني اقف يا ابني يا حبيبي استنى يا بابا ايه اللي انتوا عاملينه ده انت روح فين انت روح فين ما قلت لك زفت جامع الدول عايز ايه انت بتهوهو ولا بتناونو ولا انت ايه نظامك بالظبط نياو في ايه 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 هنا ايه هنا مالك في ايه عايز ايه انت على الصبح يا عم ما تنزلني يا عم الركوبة الزفت دي ما فيش طقوسه غيرك نزلني يابا نزلني يا عم الحاج
يا عم اقف فين رمزني هتودينا في داهيه ركزنا في حاجه يا عم يا عم انت في ايه واللي انت عامله دوت اقف يا حبيبي اقف يا بابا اقف يا بابا نزلني اقف يا بابا ايه اللي نزلني يا عم يا عم كده نزلني يا عم انت في ايه مجنون هو يا جدع انت انت مجنون ولا ايه يا عم عرفتي مالك فيها الصبح اوعى كده بقى هو يا عم كده هو يا عم افتح الزفت ده نزيع ولا منزعش لا يا عم زيع مع انك فرحتني وطلعت عين امي بس يلا اتفضل جيد لو سمحت اه يا فندم اتفضل لا لا مفيش 10 دقايق 10 دقايق نكون عندكم ان شاء الله مع السلامه مع السلامه اهلا بيكم يا جماعه معانا في تاكسي العاصمه او الارستقراطيك تاكسي اهلا بيك يا فندم نورتوني وشرفتوني ربنا يخليك طبعا اكيد من الغريب عليكم ان انتوا تركبوا مع سواق تحسوا ان انتوا راكبين مع دكتور اه وحضرتك هتطلع من جامعه الدول ولا هت انا محتاج اكمل مع حضرتك الحوار بس اللي حضرتك لازم تفهمه كويس قوي ان احنا يا فندم عندنا بروجرام عاملاه الشركه لاي راكب معانا لان احنا بننتقي عملائنا وكيفيه انتقاء العملاء دي بتقوم على الاتي اولا حضرتك بيطلب منك عده تحاليل بتعملها معايا يعني مثلا زي تحليل ايه فندم تحليل مثلا البول حضرتك بتحلل البول هنا وامسك من فضلك حضرتك امسك دي امسك من فضلك انا هبص الناحيه الثانيه وحضرتك هتتبول يا فندم احنا مش بنهزر احنا شغلنا الشغل على ميه بيضاء يا فندم حضرتك تتبول في التاكسي وتتبرز كمان لا التاكسي ده ولا مستشفى طب يا فندم بالنسبه لنا دي اول مرحله عندنا لو حضرتك مش هتعدي المرحله الاولى بنجاح حضرتك مش بتنزل من التاكسي وعندنا في مرحله ثانيه لما بتعدي الليفل الاولاني هو ان انت تجتاز اختبار البول والبراز بتخش على مرحله تحليل الدم وتحليل الفيروسات فيروس اي وبي وسي ودي واي واتش وجي طبعا تسالني اقول لك ان تحليل البني ده اللي بني ده مرض جديد وفيروس جديد لسه نازل وبينسبوا اسم البني دي لان هو اول واحد تم اكتشاف المرض عنده ده كان في البني في الهرم هو ده تاكسي حضرتك تاكسي ولا مستشفى ولا لا يا فندم تاكسي العاصمه لا يا فندم كل دي اوفرز احنا بنعملها لحضرتك حضرتك دي كلها اوفرز احنا بنعملها لحضرتك انت بتتكلم جد ولا بتهزر؟ ايوه طبعا هو ده اللي هيرتقي بالمجتمع هو ده اللي هينهض بالمجتمع يا جماعه مجتمع ايه وينهض ايه حضرتك انت بتتكلم صدقوني حضراتكم حضرتك على المستشفى دي ولا ايه على فكره ان احنا عندنا مراحل احنا عندنا مراحل ومعانا زي ما حضراتكم شايفين يا استاذي هو ده تاكسي زي ما حضراتكم شايفين احنا معانا الاستاذ شايفين ايه يا باشا انت بتتكلم من فضلك يا فندم ده الاستاذ فرج الممرض حضرتك بنبقى معاك من فضل حضرتك يا فندم احنا بنبقى مع حضرتك لحد يا باشا انا راكب تاكسي مش فاضلكم تسمعوني حضرتك بتفضل معايا في البدايه انا ببقى مع حضرتك ديمقراطي لحد حد ممحي انا لحد دلوقتي مع حضرتك ديمقراطي انا ديمقراطي على جنب انا بوصل لحد بعد شويه ببقى مع حضرتك ديكتاتور احنا اهم حاجه عندنا هتفطر في العربيه انا ولا لو سمحت يا فندم اهم حاجه عندنا ارضاء العميل شرب الجنزبيل شد الفتيل شد الفتيل ايه شد الفتيل جنزبيل ايه يا عم شد الفتيل يا استاذي لو سمحت انت ايه انا هضطر اكون مع حضرتك ديكتاتور عشان خاطر مصلحتك وعشان خاطر صحتك فرج ايوه بيستك عليه فرج بيستك عليه ايه وبتاع يا عم لو سمحت فرج بيستك عليه مش هشك عليه لو سمحت فرج يا عم انت ايه شغل الجنان ده لمس اكتاف لمس اكتاف انا مش مستشفى انا في تشفى لمس اكتاف فرج لمس اكتاف لمس اكتاف ايه ده مجانين دول ولا ايه يا عم انت اوعى تلمس ما تلمس ما تلمس في جنب اشرفوش مفيش ركنه يا عم ما تخليش اقعد عليك انا احنا عايزين بيك من مصلحتك تسمع انت عن فيروس حدائق الاهرام حدائق الاهرام ايه وعلي ايه انت بتقوله ده حاجه اسمها كده ايوه طبعا فيروسات جديده انت بتعمل انت بتعمل انت ايه فيروسات جديده انت تعرف ايه تعرف يا فندم يا فندم فيروس 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 غنوا للفيروس ولا انتوا شعب فلاح يغني للفيروس انا على جنب عشان يعالج الفيروس معاكوا انتوا الاثنين لا طبعا تارتار بول يا عم لو سمحت نزلني عشان تارتار بول تارتار بول ايه يا عم انت ايه شغل الجنان ده اركن على جنب نزلني انت بول انت بول مفيش يعني انت مش عارف اوعي ايدك اوعي ايدك نزلني جميل والله على فكره هنا دي يا دي اللي انا عايزها في الكوبايه لا يا عم نزلني عشان اعمل له التحليل لو سمحت عايز اعمل له التحليل
تقيل ايه يا عم؟ انت ايه شغل الجنان اللي انت بتعمله ده؟ ايه شغل اللي ايه؟ انت بس بس انا فهمت. هات اللي فاتت انا فهمت. انا فهمت. انا فهمت. انا فهمت. انت قلقان. احنا قلقان من ايه يا عم؟ انت قلقان ايه شغل الجنان ده؟ انا رايح مشوار. انت ايه اللي بتقوله ده؟ بول شوية بول. مفيش بول. ايه يا عم؟ انت لو سمحت نزلني هنا بعد اذنك. لو سمحت افتح العربية بعد اذنك. بس بس افتح العربية بعد اذنك. افتح العربية بعد اذنك. ده شغل جنان اللي انتوا فيه ده. شغل جنان والله. بيروسات. يا عم ما تخليش اسغب عليك انت. بيروسات. 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 هكسر لك الباب. افتح الباب لو سمحت. افتح الباب لو سمحت. اسفين ازاي بقى؟ بص كده الكاميرا دي. نذيع بقى الحلقه ولا ما نذيعش؟ اه ذيع يا باشا. طبعا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عامل ايه يا عمنا؟ الحمد لله والله الحمد لله. ايه ده جو حريرة؟ اه جو حريرة حريرة. اه. أمور المريرة. سر كبير في أصل الأزمير. ايه؟ الحر بيخلي واحد يقول كلام ما مهموم. اه جو حر جو حر. جو حر والدنيا نار ومفيش أمر من اللي أنت حر. ايوه ده حصل كده مروه طريق طويل. لا باش على دماغي على دماغي. طريق طويل والامل قصير وقتاتين اميره واسمها صغيره وعندها سهاره هي تهجير وحاره. انت منين صح؟ انا من كعبيش. كعبيش؟ اه. ايه كعبيش؟ كعبيش دي في الهرم قال كعبيش ادخل وعيش. انت شبه مارادونا على فكره بتاع الكوره. حبيبي حبيبي والله. محدش قال لك انت شبه مارادونا؟ لا بصراحه. ازاي بقى انت كده مالكش في الكوره بقى؟ مارادونا بيلعب في انجولا. مارادونا بيلعب في انجولا؟ اه دلوقتي محترف في الجونه. والله بيلعب حارس مرمى باك شمال. حاجه شغال ايه؟ بتشتغل ايه؟ انا؟ اه انا فني ذكور. ايه يا باشا؟ فني ذكور. يعني نجار انت هتحول فني ذكور يا عمنا ما حدش يعرف يعني فني ذكور يا عم انت بتحول حويره زي الدنيا حر حريره بتحول حويره انت ايش حكي بقى انا اسمي محمود محمود ايه ده يا محمود انت وانت اسمك ايه بقى اسمي علي مش عارف اسمك ولا ايه يا عم لا ما عندي اصل انا عندي اسمين اسم دلع واسم حيف علي ده اسم في المتوفي دلعولي يقولولي يا هولاكو هولاكو؟ اه هولاكو عشان انا دايما هما في المنطقه عندنا بنسميني هولاكو جنكيز خان اه عشان جنكيز خان كان جدي يعني جنكيز خان كان جدي وكان بيحب شجرة الدرة يا عم في ايه؟ عايز انا جعان جعان افتح لك افتح دي افتح دي افتح البابلون افتح البابلون افتح لك ال اه بالراحة بالراحة هسيب دي عندي 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 هات عظمة دي هات عظمة دي كلها ايه ده يا عم؟ هات عظمة ايه ده؟ اه اه بتاع ايه ده؟ عادي عادي ايه؟ ايه يا عم؟ هات 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 مش ليش مش ليش مش ليش هات هات اتفضل يا عم منى يا عم احد الله فاضل ايه ده عمايه يا عم ايه يا عم اللي انت بتعمله ده ايه يابا ده يا يابا ده بس يا عم واحد الله واحد الله في ايه بس في ايه يا عم في ايه بس اهدى بس اهدى يا عم اهدى بس اهدى يا عم اهدى في ايه يا عم اهدى طيب في ايه بس مين اللي فكه مين اللي فكه فك مين يا عم انت فكيته ليه فكيته ازاي انت بس كده يا جماعه بس طب اهدى بس يا عم انا مش عارف هو قال لي افتح الدور وبعد ما بقى لي افتح الدور يا عم اهدى بس في ايه ده يا عم ده ايه يا عم ده اسكت خالص يا عم ايه ده اسكت اللي انت بتعمله اسكت اسكت ايه اللي انت بتعمله له ده؟ يا عم انت ايه هو كلب بتربطه؟ يا عم بس ايه يابا ده؟ بالراحة بالراحة يا عم بس في ايه؟ يا نهار ابيض بس يا عم اهدى اهدى بس وماله طيب ايه؟ النوبة الكبيرة ماله ايه؟ نوبة كبرت ايه؟ النوبة الكبيرة يا عم استنى ايه؟ نوبة ايه؟ يا عم انت ربطت له ايه؟ ليه انت ربطت له ده؟ النوبة الكبيرة
يا عم تعالى في الكل اللي انت ربطته له ده. بس ايه ده بس يا عم في ايه بس وحد الله طيب في ايه؟ لا 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 في دوخة بس يا عم روق بس كده اهو روق ربنا يستر عليك ده ايه اكمل ولا ايه؟ انا اوصلك حاضر حاضر وايه ده؟ بسيبك بسيبك بسيب كل حاجة بسيب ايه طيب؟ عايز سمعتي فانا ولا مش بضايقك مش بضايقك والله العظيم انا بس تعبان شوية يا عم انا بتضايقني ولا حاجة بس انا مش عارف انا مش عارف يا رب اليوم ده اليوم انا من ساعة ما اصطبحت بخالد وانا عارف. طب بقول لك ايه طيب ما تنزلني طبعا على اي جنب نزلني على اي جنب الله يبارك لك والنبي على اي جنب كده ونزلني يا عم حاسب يا عم اتعورنا يابا الله يبارك لك. بقول لك ايه نزلني يا اله الا الله يا جدعان يا عم في ايه يا عم في ايه بس لا لا يا عم طب اهدى بس في ايه يا عم وحد الله يا عم لا اله الا الله يابا يابا الله يبارك لك طب افتح الباب نزلني كده ولا ايه يا عم يا عم الله يبارك لك في ايه طب نزلوا ايه رد بسرعة يا عم زيو معلش حضرتك رايح فين؟ الهرم هرم هرم أحسن ناس طبعا يا فندم هما أهل الهرم وأقل نسبة فيروسات حضرتك نورتنا وشرفتنا يا فندم في الأرستقراطيك تاكسي أو تاكسي العاصمة أو تاكسي الطبي تاكسي الطبي عندنا يا فندم في عندنا بروجرام نازل بيه التاكسي ان اي عميل بيركب معانا اهم حاجه عندنا هو ارضائه ارضاء العميل شرب الجنزبيل شد الفتيل حضرتك شديت فتيل قبل كده بمعنى انا هشرح لحضرتك بشكل مستفيض ان حضرتك في عندنا مجموعه تحاليل حضرتك بتعملها معانا لان احنا بنلتقي عملائنا في عندنا الليفل الاول من التحليل هو تحليل البول والبراز ودي بتبقى عينات بسيطه جدا لحضرتك حضرتك ممكن بدون اي تعب واي جهد بدي حضرتك البتاع دي حضرتك بتتبول فيها وانا مش ببص يا فندم دي صحه حضرتك في دلوقتي طب اكمل حكي البروجرام احنا عندنا اول حاجه الليفل ده لو حضرتك عديته بنخش بعد كده على الليفل فيروسات الدم وعلى فيروس A و B و C و D و E H I G K L M N O P U V R S T U V W X Y Z مش فاهم حاجه من اللي انت بتقوله ايه تحليلات وبتاع حضرتك اول مره تركب معانا حضرتك من الغلابه احنا بنركب معانا الارستقراطيك الحمد لله والشكر لله حبيبي ربنا يزيدك مش ده الاصل بس انا بفضل ديمقراطي مع حضرتك لحد ما يجي وقت التحليل في العربيه لو انت حضرتك ما بقتش معايا ديمقراطي انا بصبح ديكتاتور وبيركب فرج زي ما حضرتك شفت وبيبدا يا فندم بقى فرج مع حضرتك يوري حضرتك طريقه عمل التحاليل وبتعملها رغم انفك نور الدنيا احنا هنحط دي فتحه الشرطه بتهزروا ولا ايه لا يا فندم احنا مش بنهزر انت ما تقلقش على نفسك خالص الموضوع زي شكه الدبوس حضرتك مش شكه الدبوس ايه وبتاع ايه اللي انت بتعمله ده يا عم ولا بقول لك يا فندم بقول لك يا باشا عايز تنزلني يا عم اللي انت بتعمله ده انت تعبان ولا لا انت تعبانين ولا ايه انتوا مالكم في ايه احنا خايفين عليك تكون انت تعبان وشك تعبان ايه يا عم وش اصفر ثانيه واحده يا فندم ايه وعينيه حمراء ايه هل تعلم ان انت ممكن يبقى عندك فيروس مثلا اللي بيني فيروس ايه فيروس ايه حضرتك اللي عندي فيروس ايه في مجموعه فيروسات منتشره في البلد يا عم فيروس إيه انت مش عارف مصلحتك مفيش يا عم اوعى كده ايدك اوعى بتاع ده بعده عني مفيش نزول فتح الشرط ايه وبتاع ايه لحظه واحده حط ده في بقك بقى ايه يا عم انتوا تعبانين ولا ايه درجه الحراره درجه حرارتك بس كده بعد اذنك نزلني بعد اذنك نزلني مفيش نزول مكانك او احنا خايفين عليك اكتر ولا ايه خايفين عليك انتوا تعبانين ولا ايه انت اللي تعبان يا عم اشفر ايه عينيك محوله عينيك محوله عينيك محوله تاني يبقى عندك يبقى عندك قلبيه جوه عنده فيروس في جوه قلبيه جوه ايه وبتاع ايدك بس شعرك بيقع عندك شعر بيقع عندك ترسه عندك ترسه عندك ترسه ترسه دي يعني انتوا تعبانين ولا ايه انت اللي تعبان خايفين عليك انتوا تعبانين ليه انا مش تعبان وشك بدا يطلع له عروق يا عم بقول لك ايه يطلع له عروق فرج ايوه بشك عليه بشك عليه عاو 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 انت تعبان ولا ايه ده تعبان ده كان تعبان يا عم تعبان ايه وعلى ايدك كده وايدك كده يا عم لازم نخرج يا عم بقول لك ايه بلا فيروسات بلا بتاع ايدك بس ايدك اديني الاكل والشرب ايدك اديني الاكل والشرب عندك فيروسات يا عم فيروسات طبيعيه جوه طبيعيه جوه ايه تاني اللي بيني هرم
حط بقك ده خلاص يا عم. بلا حط لا بقي ايه بلا حط ايه ده شويه ايه ده شويه ايه ده شويه اديله انتوا تعبانين ولا ايه يا عم؟ اديله الحقنه بسرعه ارجوك محتاج الجرعه اديله الحقنه بسرعه ارجوك محتاج الجرعه اديني هرم اديني هرم ايه يا عم؟ بقول لك ايه قلت لك كده اديني الاكل والشرب اه بس كده يا عم انتوا تعبانين تعبانين والله فيروسات ايه يا عم جامدنا كمان ايه يا عم الشغل ده انتوا اللي تعبانين والله تعبانين والله هو بس يا عم يا عم طلع الفيروس يا عم الفيروس ايه يا عم الله يبارك لك انت هو يا عم الله يبارك لك عشان ايه طب خلاص خلاص ايه ده حضرتك ايه ده حضرتك ايه ده ايه ده حضرتك خالص احنا كنا بنهزر معاك ينفع نذيع؟ بسم الله الرحمن الرحيم نبدا يومنا بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وارزمون انت وارزمون اللي كان معايا في التاكسي بتاعي والله الحمد لله يعني الرزق بتاع الرزق شغال في اكتوبر ولا شغال فين؟ مش شغال شغال ايه؟ مش والدك ايه يعني؟ موظف موظف في مصنع ربنا يكتب لك الفشل يا رب ربنا يكتب لك الفشل ويشيل لك يا رب عن اي حاجه ايوه فشل يا عم يشيل لك عن اي حاجه وحشه ماشي تمام يا بابا ايه جدع يشيل لك عن اي حاجه وحشه ماشي تمام انا بقول لك مثلا موظف كل فشل يعني بقول لك ربنا يشيل لك عن اي حاجه وحشه لو انت بتعمل حاجه وحشه بقى لا 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 الحمد لله والله ما بعمل اي حاجه وحشه بس بقى يبقى هنا ربنا يكرمك كرم كبير بقى لا عادي يا باشا والله العظيم عادي ربنا يخليك والله العظيم شغال ايه بقى انت بقى؟ موظف مصنع ايه؟ الفوتيل؟ مصنع ملابس مصنع ايه؟ ملابس شغال ايه بقى انت؟ شغال ترس اه فين بقى؟ مصنع ملابس فين بقى في مصنع الملابس ده؟ اكتوبر في الحصري شغال عند الحصري بتعمل ايه بقى؟ هو انت هتوصلني ولا هتقعد تتكلم معايا انا؟ بسألك انت بتشتغل عند انا قلت لك شغال ايه بقى مش هنقعد بقى نزلني خلاص تقول لي شغال فين وشغال من ايه؟ انت بقى من انا راكب معاك ولا انزل اركب اي حاجه ثانيه يا براحتك خلاص انت من اللي بيخافوا من الحسد لا انا مش بخاف من الحسد اصل انت بتقبض انت بتقبض 300 جنيه في الشهر ما حدش قدك لا يا عم يا عم ايه 300 دي ارزاق بتاع ربنا بقى ربنا اللي بيفرقها ولا 300 ولا هذا ده في حاجه تعبانه حاجه طيب يا عم دي طب ارميها فين تعبان من حاجه طيب قول لي بس طب اقف بس وقول لي طب انت لو تعبان من حاجه لو تعبان من حاجه طب قول لي بس طب قول لي طب لسه وتعبان يا عمي والنبي والنبي قول لي بس انت لو تعبان من حاجه هوديك مستشفى والله والله هوديك مستشفى لو تعبان والله لو تعبان من حاجه هوديك مستشفى بص ليه طيب على بيت وافد ها على بيت وافد بقول لك وافد ليه بس وافد ليه طيب انت وافد ليه طيب مين اللي فك مين اللي فك مين مين اللي فك مين اللي فك مين اللي فك مين اللي فك مين مين اللي فك مين مين اللي فك مين مين اللي فك فك مين مين اللي فك مين؟ فك مين يا باشا؟ فك مين؟ ايه ده بقى؟ ايه ده فك مين؟ ايه ده باشا معلش؟ يا عم اوعى كده اهو بقى يعني انت ما تقربلوش قرب لي ولا قرب ولا قرب لي انا عايز انزل دلوقتي هتنزل ماشي هنزلك طب انا الوقت انا عايز على اسكت شويه بقى هنزلك يا عم انا مش هسكت شويه ايه ده؟ ماشي مش همسك مش همسك يا عم امسك كده وبعد ما امسك يعني الساعه كام؟ الساعه كام مين يا عم؟ يا عم نوبة كبيرة بص النوبة الكبيرة جاية بس طب استنى طب اصبر اصبر نوبة مين استنى دليلي طيب دليلي انا عايز انزل من العربية دلوقتي عايز انزل تعالى طب تعالى تعالى اوصل اوصل انت في ايه بالظبط يعني انا عايز اعرف ايه اللي بيحصل ده في ايه طيب مش هقول لك في ايه طيب عايز انزل معلش دليلي انا دليلي عايز انزل بس مالك مالك بس ده بهدلة نزلني معلش معلش
معلش انا بقولك معلش انا اسف ليك انا اسف ليك معلش والنبي معلش معلش نزلني بقولك نزلني نزلني بقى نزلني بقى يا عم انت يا عم نزلني اهو انت انزل بس اهدى بقى كده ايه بقى يعني دلوقتي انا عملت لك الوقت انا عملت لك الوقت انا عملت لك الوقت يعني ها انا عملت لك طيب تعبان طب نوديك مستشفى طيب اوقف لك عربيه اوديك مستشفى اوقف لك عربيه طب اوديك مستشفى اوقف لك عربيه اوديك مستشفى طيب مالك طب اهدى اهدى بس اهدى 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 بقى لا 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 ل